مساء الخير، شخباركم؟ ان شاء الله طيبين. انا والشباب طالعين تغيير جو ان شاء الله، بس بسوي فقرة اسئلة. اوكي اوكي، اللي عنده سؤال على هالسناب يحط السؤال ونجاوب. سؤال يقول كيف حالكم؟ الحمد لله. السؤال ذا والله خير، والله كيفك؟ الحمد لله بخير. نشوف السؤال اللي بعده. سؤال يقول متى ينزل فيلم الثلاثات الجزء الثاني؟ يمكن بعد سنة. والله اننا ما ندري، انا كنت وعدتكم الصدق، انا اعترف، لكن طلعت علينا اشياء، شاي حليب عوضناكم، يعني في اشياء بدائل. الكنز له جمهور في الثلاثات، يعني صح تعبنا عليه الجزء الاول ايام الحجر ترى مسوينه، لكن هل في جزء ثاني فيه؟ بس متى؟ والله ما ودي اقول متى علشان ما تورط، لكن قريب ان شاء الله ان شاء الله. واحد يقول طلعني بس اتابعكم من ايام 500,000 مشترك. الله يجزاك الجنة. تحية، نحبك. كفو كفو، تابعنا من زمان. سؤال يقول سعود متى تسوي تاخذ المحفظة حقت سعد؟ متى؟ ان شاء الله انها ما تصير. اذا وصل المقطع الاخير مليون لايك، قلناه في الفلوق، اذا وصل مليون لايك والله يا بخليه يصيح. يلا ترى مليون. والله شوف انه وصلنا 500,000 لايك على المقطع، والله شوف اسبوع ترى اقل من اسبوع، معناته عطها 10 ايام زياده باذن الله مليون لايك. وصلنا الشاليه قبل شوي، صورنا سنابات وطارت علينا. شوف الشاليه هذا وين نروح؟ جوا هنا في طعام اكيد، هناك الصاله. الشباب على طول. حياك سعود. اي ابوي، لا والله مسابح انا. والله بس المكان حلو ها. يلا يا ابوي يلا نبي ناكل. ها نبي ناكل. جايب بطاطس. لا والله ما ينبقي شيء. ما ينبقي شيء. يلا. والحمد لله خلص يومنا الجميل، كيف كان؟ رهيب صراحه. طبعا ترى ما صورنا فلوق هنا الصراحه يعني. الله. بس تغيير جو في الشاليه. انا اخواني هنا. وين سعد؟ جوا. ايه كيف الشاليه؟ انبسطتوا؟ اي والله الحمد لله. خلصنا عاد الحين ان شاء الله راجعين البيت. وفي تحدي جاهز بينزل قريب ان شاء الله، وبعده فلوق رهيب.